عودة إلى الكرة مع أندرو والاستاد التحليلي لمباراة سبارتا براغ وسلافيا التي انتهت بهدف لسبارتا مثير للجدل جدا. معايا ضيوف الكبار نجومنا نجوم التحليل الكابتن، الحقيقة مش عارفه كويس، الكابتن شوماخر نجم سبارتا والمنتخب التشيكي، زي الكابتن والنجم الكابتن هشام ماجد نجم البلدية السابق، زي الكابتن عمي. الكابتن هشام، الهدف مثير للجدل جدا، يعني الولد كان ماشي بالكرة وبعدين مرة واحدة المفروض أوفسايد، يعني هل المفروض تبقى أوفسايد؟ بالنسبة للتسلل فاحنا كنا متوقعين النتيجة بتهيألي. لا هو قال نتيجة مختلفة. طبعا. أنا صممت على الموضوع ده. هو مش معانا أصلا. بس خلي بالك يا كابتن تشيكو إن التسلل ده ما هوش مشكلة الحكم، هو مشكلة حمل الراية اللي في المعرض. يعني إحنا لو حكمنا الدولي ضياء السكران، أو عشان شو مخرم يبقى ضياء الدرنك عشان تبقى معانا برضو في الصورة، هو اللي واقف. هو دايما بيظبط مع اخر مدافع، يعني دايما ضياء السكران بيبقى ظابط مع اخر مدافع، لو المدافع اتحرك حتى بيقول له تعالى يا ضياء ارجع ورا وبيرجع معاه. معلش محمد نصر يعيد لنا بس الكره دي. طبعا يا محمد هات لنا تاني يا محمد. معلش ايوه ارجع بقى، ارجع كمان، تعالى تعالى حاسب، لا قدام سيدنا محمد هيخبط فينا بقى. لا كمان بس كده بس كده. بص بقى بص بقى صباع رجله الصغير فين؟ صباع رجله الصغير جوه الجزمه يا كابتن. انا اعتقد هل هو جاب الجون بصباع رجله الصغير؟ دي بقى يسال عنها اللاينز مان، ده نتركها للتحليل التحكيمي ونخش بقى نشوف هل ايده هشام، لان يا كابتن هشام بصوره انا اسف يعني مع احترامي لبعض الاراء، هل ايده فعلا حبيبي انت بتقول لي كده من ايام عزومه السمك فاكرها؟ بقول لك البدله شيك قوي انا دي 3 اكس. طيب وانت عليك عزومه تاني ها؟ اثنين كده واحده بتاعت الماتش اللي فات بتاع طيب انا ننتقل الى مراسلنا بقى الجميل الموهوب الكابتن احمد فهمي، نشوف ريبورتاج من ارضيه الملعب، ابقوا معانا. كابتن جبريل تقول ايه لجمهورك النهارده بعد ضياع البطوله وابتعاد الحلم الاوروبي عنكم؟ كابتن كريستيانو النهارده الحكم جه عليكم ولا كان اوكي معروف بخفه ظلك طبعا كابتن شيكو واضح ان في تعليمات من مجلس الاداره بعدم ادلاء باي حديث صحفيه للقنوات الفضائيه. هنرجع للاستوديو التحليلي بصحبه الكابتن شيكو والكوره مع اندرو وهنرجع تاني، ويبدو ان المدير الفني وصل برضه. بتحمل مين مسؤوليه الهزيمه النهارده؟ اوكي مع كابتن شيكو ضيوفه الاعزاء وانا عوده مره اخرى. راضي عن قراراتك النهارده؟ حاسس ان انت جيت على الفرقه في اي حاجه؟ طبعا واضح حاله من الغضب الشديد على الجميع طبعا لقرارات الحكم، ومش عايزين بقى يا جماعه موضوع التحكيم ده، مش عايزين نبوظ الفرحه ونبوظ الدنيا كلها. وناخد بقى معانا مداخله تليفونيه من حبيبنا الحاج فرج عامر. نصحت سيادتك. ايوه يا حاج. الله يخليك ويبارك في سيادتك وشكر فضل سيادتك. ربنا يخليك، كلهم بيمسوا عليك انت بدعوات سيادتك وتشجيع سيادتك. ربنا يخليك يا حاج. ربنا يرضى علينا جميعا طبعا. حاجه طبعاً. جميله وحاجه طبعاً. زي الفل. اتفضل يا حاج. شكرا. طب ناخد بقى شويه، شوف كده بقى الايباد كده والسوشيال ميديا والناس قايله لنا اهي، الناس بعتالي اهو كرافتة هتاكل منك حته، ربنا يخليك. من انا والشيف، انا والشيف. بيقول لك يا شكشك اوف سايد، يا شكاشك مش اوف سايد، يا ابو الشيكس اوف سايد. طب يعني وات دو يو ثينك في الاخر تعمل ايه؟ شيء سخن بس يا كابتن شيكو. لا انا نشوف بقى عشان نحسم هذا الجدل، ناخد اراء بقى. وات دو يو ثينك؟ مش اوف سايد. مش اوف سايد. اوف سايد. مش اوف سايد. اوف سايد. وات دو يو ثينك؟ مش اوف سايد. في اوف سايد. وات دو يو ثينك؟ مش اوف سايد. وات دو يو ثينك؟ اوف سايد. شوف سايد في اوفسايد. وات اي ثينك، رايي مش مهم بالمره، بس انا اعتقد انها اوفسايد. الماتش خلص من حوالي 9 ساعات واحنا بصراحه جعانين جدا، وانا هاخد بقى الكابتن هشام
والكابتن شوماخر ما اعرفش بياكل سمك ولا لا. العزومه النهارده عليه كابتن شوماخر، ونطلع ناكل اكل السمك بقى بتاعتنا الجميله اللي احنا بقى متعودين عليها. ويا رب بقى يبقى فاضل قد ايه على الماتش؟ ساعه؟ مش عارف. فاضل الماتش بتاع تاني يوم، فاضل ساعه على الماتش بتاع غدا اللي هو النهارده بالنسبه لنا، ان هو غدا بالنسبه لكم اللي هو اللي احنا كنا امبارح الماتش في الاسبوع ال 22 من الدوري، النهارده الماتش في الاسبوع 23 من الدوري، لان احنا بقى لنا مده هنا 16 ساعه تقريبا. اشوفكم وتصبحوا على خير، واللي متابعنا من اول البرنامج تصبح على خير، واللي لسه متابعنا دلوقتي صباح الخير.